هذه التظاهرة انطلقت قبل قليل، ستجوب شوارع العاصمة باريس حتى تصل إلى على مقربة من المجلس الدستوري. طبعا المتطلبون أو المتظاهرون هم يتبعون لحزب الوطنيين الفرنسي. هذا الحزب يعرف بأنه يطالب دائما باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضا وخروج فرنسا أو انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الناتو، على اعتبار بأنهم يعتبرون بأن فرنسا هي تدفع الأموال للناتو دون فائدة. هم يؤمنون بمبدأ السيادة الوطنية، فلذلك هم يطالبون اليوم باستقالة ماكرون، استقالة الحكومة، خروج فرنسا من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أيضا توقف فرنسا عن دعم أوكرانيا وتقديم السلاح. على حسب قولهم يعتبرون بأن هذا الأمر يدعو إلى حرب عالمية ثالثة، فبالتالي هم ضد هذه الأمور وضد هذه الأفعال. قبل أسبوع من الآن أيضا كان هنالك تظاهرات عديدة لهؤلاء المحتجين. هؤلاء المتظاهرون هم كسروا النمطية أو الطبقية الفرنسية أو الطبقات الفرنسية، هم بعضهم من البرجوازية الفرنسية وبعضهم من الطبقة الفقيرة. هم يتحدون اليوم في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما رفض لأي تكتل تنتمي له فرنسا، رفض لأي تحرك من قبل إيمانويل ماكرون. يعني هل متوقع أن يؤثر نوعا ما في ظل أيضا الاحتجاجات بالتوازي، يعني الرافضة لتعديلات ماكرون التي قام بها ماكرون، هل ستؤثر يعني احتجاجات اليوم لحزب الوطنيين عليها؟ كما تعلمين فإن الشارع الفرنسي منذ أشهر وهو يخرج في تظاهرات ضد الرئيس ماكرون والحكومة. هذه التظاهرة أيضا تضيف زخم إلى التظاهرات الأخرى، على اعتبار بأن اليوم الشارع الفرنسي على ما يبدو بأنه مصطف في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة. الأحزاب السياسية دائما تحاول حشد الشارع والتجيش ضد الحكومة وضد الرئيس. أمس كنا نتحدث عن سحب الثقة واسقاط الحكومة، اليوم الحديث بات عن تقديم ماكرون لاستقالته ومطالبته بالرحيل عن حكم فرنسا وأيضا اسقاط الحكومة الفرنسية. فبالتالي هنالك على ما يبدو بأن أحزاب المعارضة تحاول استغلال هذا الوضع وهذا الموقف ضد الرئيس الفرنسي لحشد الشارع من جديد، والضغط أيضا على المجلس الدستوري الذي سيصوت بعد أسابيع أو سيقر بعد أسابيع إصلاح نظام التقاعد. جميع هذه العوامل تساعد الفرنسيين أو تساعد الأحزاب السياسية على الضغط على الحكومة لإسقاطها أو لمعاداتها. كما تعلمين فإن أيضا هنالك كثير من الفرنسيين الغاضبين في هذه الأثناء في الجنوب الفرنسي. خروج التظاهرات يعني بأن الرئيس الفرنسي لم يعد مرغوبا به كما كانت تشير استطلاعات الرأي السابقة. اليوم هنالك نسبة تقول بأن 69 إلى 71% من الفرنسيين يعتبرون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير مقنع وبأنه بعيد كل البعد عن الواقع المعاش في فرنسا. فجميع هذه السيناريوهات أو جميع هذه الأحداث هي اليوم تصب في صالح ومصلحة الأحزاب السياسية التي تحاول استغلال الفراغ السياسي أو التجيش أو الغضب الشعبي ضد الرئيس والحكومة.